الإخوان أو فكر الإخوان إلى أنكم تدعوا للطاعة المطلقة في كل شيء وأسموكم بعلماء السلطة وسلاطين. طيب سلمك الله. الله سبحانه وتعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. إذا أردت أن تتكلم على طائفة أو ملة أو شخص لابد أن تقيم أمرين: العلم والعدل. تتكلم بعلم، تكون عندك علم تعرف كيف تتكلم على هذا الشخص، والثانية عدل حتى لا تظلمه. نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أخرجوا لنا من نصوص العلماء هؤلاء الذين تنسبون إليهم أنهم يقولون بالطاعة المطلقة. أخرج لي أي شيخ يقول يطاع ولي الأمر طاعة مطلقة، هذا مستحيل يوجد. بل أنا أقول لك لو وجد شيخ يقول بالطاعة المطلقة أول من يحاربه هم السلفيون، ويطعنون فيه ويضللونه، لأن لا يطاع أحد طاعة مطلقة إلا الرسول. أبو بكر ما يطاع طاعة مطلقة، وعمر ما يطاع طاعة مطلقة، والخلفاء ما يطاعون طاعة مطلقة. كيف نطيع حاكم طاعة مطلقة؟ تعال لنا أخوان المسلمين، هم عندهم الطاعة المطلقة، كيف؟ أنا أجيب لك أدلة من كلامهم ومن فعلهم. الإخوان المسلمين يبايع على السمع والطاعة، تبايع أميرك أو رئيس الجماعة أو رئيس التنظيم على السمع والطاعة، الطاعة المطلقة. لذلك يختبرك إذا عصيته أو سببت إزعاج أو مخالفة فصلك. محمد الغزالي، محمد الغزالي من علماء الإخوان المسلمين، وكان ممن بايع على السمع والطاعة، وممن بايع يعني في تنظيم أوائل التنظيم الإخوان المسلمين. تم فصله من التنظيم، هو سيد سابق وهو فقيه ومجموعة من الإخوان المسلمين، لأنهم اجتمعوا في دار الإخوان اللي هي المؤسسة حقتهم، اجتمعوا فيها وهم قالوا تظاهروا وحرضوا الشباب على معصية النظام، لأجل هذا فصلوهم. تفصله لأنه طال عمرك اعترض على قرار عندك، أفرض أنك تقبله، ما عندك طاعة مطلقة تقول أنت. عبد الله النفيسي اعترفوا، عبد الله النفيسي أيضا في كتاب الحركات الإسلامية في أكثر من موضع أن الإخوان المسلمين يربون أبنائهم وشبابهم على الطاعة المطلقة، وأن هذه طريقة حسن البنا في تربية الطاعة المطلقة. الدكتور جاسم ياسين هلهل في كتابه للدعاة فقط ذكر، قال لو جانا رجل من أروع الناس فقها للإسلام وفهما له ما نقدمه، نقدم رجل متقيد بالأنظمة عندنا.